السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله راح أساوي مقلوبة بالفول الأخضر. هاي المقلوبة متميزة وكتير طيبة. هلأ هون أول شي عندي رز البسمتي، أنا لسه ما نقعته. هذا هو عندي 4 كاسات، وعندي 1 كيلو فول أخضر، وعندي البهارات اللي بدي أستعملها: قرفة، شوية كمون، ملح، بهار، بصلة مفرومة ناعمة، فلفلة حمراء حسب الرغبة هاي، بس أنا بدي أحطها سمنة ومنكهات عفوا للحمة. وهون عندي هاي اللحمة اللي بدي أستعملها، هلا بدي أسلقها. لحمة بتريدوا أو فروج بيصير كمان. هلا أول شي بالنسبة للفول الأخضر لازم نمشطه هيك، شايفين، من كل الأطراف حتى نتأكد انه شلنا هاي هيك. هلا انا بمشطه هيك وبتركه، بجمعه هيك كلياته، بعدين ايش بساوي؟ بغسله. قبل ما افرمه بغسله. ليش ما بغسله بعد ما افرمه؟ مشان النكهة بالفول ما تروح. عشان هيك اول شي بمشطه وبعدين بغسله. هلا في ملاحظة، الفول لما بدنا نطبخه بننطفه وبنفرمه، ما منحضره ومنحطه بالبراد لأنه بيسود. الفول بالذات ما مننطفه ولا منفرمه إلا لما بدنا نطبخه، قبل الطبخ مباشرة منجهزه. هلا رح أروح أفرمه، أغسله وأفرمه وأرجع لكم. قلت قبل ما أبدأ بالفول أسلق اللحمة. هلا بحط شوية زيت نباتي. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني تقريبا نص فنجان. بسم الله. وهي اللحمة. هلا انا بدي اياها شوي تاخد لون لحتى احط لها المي. هلا هيك، بسم الله الرحمن الرحيم، هي اللحمة هيك اخذت لون. هاي الطريقة بسلق اللحمة كتير بتفرق. وراح اعمل هيك، كتير بتفرق بطعمته وبتفرق انه بتروح الزنخة والريم عوتشه ما بيطلع ريم كتير، يعني الزفرة اللي منشيلها من عوتشه ما بتطلع كتير. هلا لازم نحط مي غالية فوق اللحمة، ما تحطوا مي باردة لاني بتطول اللحمة لتستوي، بعدين بتشد اللحمة وبتطول لتستوي. انا ما بحط ملح هلا ولا شي، خلص اتركه لحتى تنسلق اللحمة، بدها تقريبا ساعة ونص. ما بحط شيء ابدا ولا ملح مشان ما تشد اللحمة وتطول تستوي. هلا بتركها، بعد ما بتغلي بوطي النار على الوسط وبتركها تقريبا ساعة ونص تستوي على مهلها. هلا هون حطيت اللحمة بس ما بنغطيها غطا كامل، شايفين، نتركه شوي مكشف عشان ما تفور اللحمة. وهون عندي طنجرة تانية، هيدا احط لها شوية زيت، تقريبا نص فنجان زيت. بدي احط 2 كبار سمنة. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اللحمة عندي مي مدهنة مشان هيك حطيت 2 سمنة، اذا اللحمة مدهنة بنحط 1 معلقة سمنة بتكفي. هلا هاي مشان الفول. هلا بعد ما ذابت السمنة بنحط هون في بصلة صغيرة، انا فرمتها ناعم كتير، نقليها اول شي قبل ما احط الفول او فوليه مثل ما نحن بنقول. هلا هون انا عم بستنى بس تغلي اللحمه عشان اقش الزفره اللي تطلع والريم واحط المنكهات. هلا هون انا دبلت البصله عندي، وهي الفول مثل ما انكم شايفين فرمته خشن شوي للمقلوبه، ما فرمته ناعم وما قسمته بالنص. انا لما بعمل فوليه بزيت، بسم الله الرحمن الرحيم، او فول بلحمه وجنبه رز، اذا حبه الفول كبيره بقسمها بالنص، واذا ما كبيره ما بقسمها بس بفرمه للفول ناعم، يعني اجمالا بفرمه ناعم. هون تركتها شوي خشنه. هلا هذا الفول بيدبل. هلا هون انا بدي احط
بسم الله الرحمن الرحيم. شوية بهار، يعني نص معلقة صغيرة بهار اللي هو السبع بهارات. بدي احط ملح لملحة، ما راح اكتر لاني بدي اعمل حساب الملح اللي بدي احطه بمرقة اللحمة. بدي احط كمان شوية فلفلة حمراء يابسة، هاي حسب الرغبة. هلا انا بعد ما قلبت الفول دقيقة تقريبا بدي احط له مي حتى يستوي. بسم الله الرحمن الرحيم. انتبهوا، في ملاحظة لازم نغطيه للفول ونحن هيك عم نطبخه او عم نقليه مشان ما يسود. هلا بنغطيه غطا كامل وبنروح وبنجي، بنوطيه على نار وسط، بنروح وبنجي وبنحركه لحتى يستوي. إذا لقينا المي نشفت ولسه على الفول ما استوى، يعني لسه له قرطة ما استوى مثل العادة، بنرجع هيك بنبخله بخة مي صغيرة. هلا نشوف اللحمة. شوفوا اللحمة لأني أنا قليتها لمدة 25 دقيقة، شلون ما طلع لها ريم أبدا. شايفين؟ شايفين شلون تقلية اللحمة بالبداية فرقت كتير، بتفرق قلتلكم بالطعمة. ونتخلص من الزلخة بما انه ما في ريم اشيلها. هلا هاي بصلة وهذا كبش قرنفل حطيته بالبصل مشان ما يضيعوا بالمرقة. هدول منكهات ورق غار. هذا حب الهيل وعود القرفة. هلا هي خلاص راح اتركها تستوي على مهلها. هلا صار كل شيء جاهز. هاي مرقة اللحمة حطيتها مشان تمسخني، وهي الفول شايفين لونه؟ لونه منظوم لاني ما كشفته حتى بعد ما استوى، تركته لحتى برد شوي بعدين كشفته. المفروض نخليه مغطى. وهي اللحمة كمان سلقتها صارت جاهزة. وهي الرز نقعته 20 دقيقة بمي سخنة مع شوية ملح، بمي سخنة غالية مع شوية ملح، وبعدين صفيته وصولته أو يعني خسلته كتير كويس لحتى ميته صارت بيضة صافية. هلأ بدي أخذ بس رشة بهار اللي هو السبع بهارات. أنا حطيت شوية كمون، يعني نص معلقة مثل هاي كمون فوق الفول، بس ما صورت معي وانا عم بقلي الفول. وهي نص معلقة كمان صغيرة قرفة، كمان بتعطي طعم كتير طيبة. حركن مع بعض. اللي بده بحط نص معلقة كركم، بس انا ما بدي احط، ما بدي اللون يطلع اصفر، يعني اللي بحب لون الرز يتغير. انا هلا ملح ما رح احط ابدا لاني ملحت الطبخه، عفوا ملحت اللحمه قبل ما تستوي ب20 دقيقه تقريبا، ملحها كويس وملحت الفول كمان. هلا بسم الله الرحمن الرحيم. عفوا اول شيء نحط اللحمه. بسم الله هيك، انا مشان يبين الفول رح اترك هيك مسافه بين اللحمه. اللحمة أخذت معي لحتى استوت ساعة وأربعين دقيقة. هيك هلا أنا هيك حطيت اللحمة، تركت فراغات بيناتها مشان يبين كمان الفول. هلا بسم الله نحط الفول. هلا نحط نص الرز. بسم الله. هلا رجعت مرة تانية صفيت لحمة بعد الرز، كمان جبتها هيك على الزياق مشان تبين هلا وقت قلبة، وتركت فراغات كمان مشان الفول. حط الفول وهيك نكمل باقي الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا كل كاسة رز، الكاسة اللي عيرته فيها، كل كاسة رز بتاخد كاسة وربع مي أو يعني مرقة. هون أنا عيرت المرقة، بدي احطها. بسم الله الرحمن الرحيم. نوزعها هيك شوي شوي عشان ما نخربط الرز. هلا هيك مثل ما انكم شايفين حطيتها على النار، على نار عالية
بس غليت، بس طلعت بالغلوة بوطي مثل الشمعة وبغطيها غطا كامل. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي المقلوبة صارت جاهزة، قعدت معي 35 دقيقة على نار واطية. شايفين رز مفلفل منظومة. هلأ ده قلبة على الصينية. بس هون أول شي في مشتركة صديقة عندي طلبت مني تشوف هاي الخميرة اللي استعملتها بالمعروك، طلبت تشوف الظرف، قلت لها بالفيديو الجاي بتشوفي إن شاء الله. هذا هو الظرف. وهلأ خلينا نقلبه. هلا هيك قلبت على الصينيه. في ملاحظه، انا بعد ما صارت جاهزه عندي وطفيت عليها النار تركت 20 دقيقه ترتاح مشان تنزل معي قالب واحد ان شاء الله. هلا بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله الله ما بيخجلني وتطلع قالب. بسم الله. هاي الطنجره شايفين، وهي المقلوبة اللي قلبت. بس لا طلع منظرها حلو كتير وبشهي. خلاص ما زال هيك قلبت، يبقى نهزة خليها تقلب على السوا. وهي مقلوبة الفول الأخضر إن شاء الله تعجبكم. شايفين لو تشموا الريحة بس، شي بيغرف القلب وشي طيب كتير. ولون الفول ضل كتير أخضر وكويس كتير منظوم. وخلينا نزينه. وهيك أنا زينته بالكاجا والفستق الحلبي. طبعا إذا موجود بنحط، ما موجود كمان بيصير بلاه، كمان تطلع كتير طيبة. جربوها ما رح تندموا. وإذا عجبتكم لا تنسوني بالاشتراك ولايك وتعليق هيك حلو متلكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.